انه الدودي خدا موقع اخر مع من الكرة بحيث انه غتكون الدقة اكثر من لحظة القطف. هدف لفائدة الوداد، هدف لفائدة الوداد كما قلت بانه غادي تلقى انذار، غادي تلقى انذار الدولي لانه خلع القميص ديالو. هدف جميل كما قلت، لاحظوا قلت بانه الدولي خدا وجهه اخرى بحيث انه الدقه غتكون تتحل محل القوه، وهذا هو اللي اتاكد جات في اللحظات الاخيره من الشوط الاضافي الاول. لاحظوا يعني كان باين بانه هذه السلسله من القذفات غتوج بهدف. لاحظوا غتمشي الكره يعني في احتكاك بين العمودين، فما تنظنش بانه
前。